نبينوا رسل بأن وحدنا وبأن مظلومين وبأن هناك قوى خارجية تتآمر علينا. لا، حنا كصحراويين نحن نعلن بأننا حلفاء للجزائر، والجزائر حلفاء لنا، قبلوها والله ما تقبلوها. لكن فرضا إذا كانت للجزائر مصلحة عند الصحراويين ما فيها بأس، نعطوها لهم، تلك أرضنا نتصرف فيها كما نشاء. قلت لنا أنها بغات معبر للمحيط الأطلسي، نعطوه لها كبار إلى تحررنا واستقلينا، نعطوها، نعم نعطوها معبر للبحر، شنو المشكلة؟ تلك أرضنا وتلك شواطئنا وذلك بحرنا، ونعطوه اللي بغينا، نعطوه أرضنا اللي بغينا. لكن أنتم من خلال هذا الخطاب تبغوا تضحكوا على المغاربة، تبغوا تضحكوا على المغاربة، تبغوا تبخسوا لهم المشكلة في أنها راه لا حلها مع الجزائر وخلاص. لا، الجزائر تساندنا، والقول بأن الجزائر تساندنا بالسلاح هذا شوي مردود عليه. لماذا هو مردود عليه؟ لأنه لو كانت الجزائر تساندنا بالسلاح وكنا تحرر الصحراء الغربية. والله لو كان استقليت صافي لونتو يعني. لا تعطونا هذاك اس 400، تعطونا هذاك اس 400، عطونا لا واحد، بارك علينا لا واحد، نرسلوه مباشرة للبليده اللي خصصنا ونحلوا المشكلة. ولكن لا تدفعوا الجزائر، أنا نقولها لكم يعني، لا تدفعوا الجزائر، وهذا بسبب حماقاتكم في الآونة الأخيرة، لأنه نظام المخزني شوية صار في الآونة الأخيرة شوية زاد فيه كيف يقولوا في المغاربة. فلا تدفعوا الجزائر لأن تسلح الصحراويين، لأنها إن سلحت الصحراويين ما هي زينة فيكم أبدا، لكن تمشوا بالعجلة تغادروا منطقة الصحراء الغربية. فيما يتعلق بالمساندة الدبلوماسية على مستوى الاتحاد الإفريقي أو على مستوى الأمم المتحدة، نعم نعم تساندنا الجزائر ما فيها بأس، يا غير تساندنا من منطلق أن لنا الشرعية في التواجد في الاتحاد الإفريقي. الدولة الصحراوية هي عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، ومن حقها أن يكون لها حلفاء في الاتحاد الإفريقي. هذه الدبلوماسية، هذه السياسة، بغيت تمارسها بقواعدها مارسها، ما بغيت تمارسها مشي مارس بالبلطجية كما فعل موظف وزارة الخارجية في اليابان. كذلك على مستوى الأمم المتحدة، نعم أنتم حلفاؤكم يمارسون الفيتو علينا في قرارات مجلس الأمن الدولي، ونحن كذلك من حقنا أن يكون لنا حليف اسمه الجزائر. والجزائر حد نحارفته، أعتقد على أنه ما هو لا يخيب أبداً.